تابعة هذا التقرير عن ردة الفعل للجماهير الاتحادية في أعقاب الرباعية والانتصار الكبير للفريق الأصفر، نتابع. الصوت ما في والله صوت. صوت. الاتحاد لو يلعب بيروح لو يلعب بيروح من بداية المباراة، المباراة هنا نحن نفوز بإذن الله في كوري بإذن الله. النهائي خلاص، النهائي واصلين إن شاء الله. كلناه. هذا الاتحاد اللي يشرف هنا في الملعب، هذا الاتحاد اللي يشرف. هو هذا الاتحاد اللي نعرف مستواه. ان شاء الله البطوله اتحاديه باذن الله بطوله اسيويه اتحاديه. مبروك. الله يبارك فيك. صعب المباراه كانت اليوم؟ اي والله صعبه، الشوط الاول صعب والله. ايش اللي كان مقلق؟ والله انا اعتقد انه المدرب غير الخطه في الشوط الثاني. اقول الف مبروك لكل اتحادي، وبصراحه اثبتوا انه لاعبين الاتحاد انهم رجال مواقف وما خيبوا ظن جماهيرهم اللي حاضرين وازرهم ونجم المباراة. رجال الاتحاد كلهم نجوم. محمد نور قبل توفت والدته وضحى من اجل الاتحاد، والحين اخوه اللي رباه وضحى من اجل الاتحاد اكثر من عائلته. لازم نوقف مع محمد نور يا عيال. ونايف هزازي مبروك الفوز. الله يبارك فيك يا رياض. وهذا الاتحاد يعني ما انت ما بتتكلم عن اي فريق، اللي بيغير الواقع دائما هو الاتحاد، واللي بيصنع التاريخ هو الاتحاد. 4-2 مطمنه، او كانت ممكن تزيد لو مطمنه في مباراه الاياب. طبعا يعني بقياس الذهاب والاياب فارق الجونين طبعا حيكون افضل من فارق الجون، واكيد الاتحاد مو الفريق السهل اللي حيروح يفتح ملعبه بسهوله، بالعكس حنهاجم هناك كمان. وابارك لمحمد نور بسبب كل الظروف وكل عزاء اخوه، والحمد لله راه وفقنا، لكن المباراه الجايه لازم يعتمدوا ويقوي الدفاع ورا. نور مفتاح جده، اتفضل ادخل على جده، ساحر عشق المجنون، وفي الملعب ما حد قده، سوى علاقه مع الجمهور، واحنا الجول ما حد يرده، واللي ما عنده محمد نور نصيحتي ليه جده. اسيا ماركة اتحاديه، هذا اللي انا بقول، دوري اسيا. اول شيء اقول محمد نور عظم الله اجرك والله يرحمه، الله يرحمه ان شاء الله. ثاني شيء ما قصر فريق الاتحاد، ما قصر. اربعه كابتن محمد نور بنروح ان شاء الله هذه الانتباهات ان شاء الله. إذن الجمهور الاتحادي في ردة الفعل في عقاب الانتصار ليلة البارحة، رياض المزهر كان قد رصد هذه الآراء. عبد العزيز، واضح الجمهور الاتحادي راض تمام الرضا عن، وكلنا كجماهير سعودية، عن ما قدم الاتحاد البارحة. يكفي أنه يتأخر لمرتين ثم يعود مرة أخرى وينجح بالأربعة. الاتحاد في الأمان في المشوار الآسيوي صحيح؟ يعني لا يعني بإذن الله. هي ممكن يعني كمشجع كمتابع تحس بالأمان، ولكن أتوقع حسابات المدرب وحسابات اللاعبين وخبرة اللاعبين الاتحاديين وشخصيتهم هي اللي راح تحدد بإذن الله. يعني بالتأكيد نادي الاتحاد عوده قوي في المسابقات الآسيوية، تشوفه في المسابقات المحلية وبعدين تشوف الروح الاتحادية داخل المسابقات الآسيوية. الشخصية الاتحادية حتى على الفرق الآسيوية معروفة، لذلك بإذن الله أنا أتوقع إن شاء الله المباراة هذه أن الاتحاد تجاوز الحاجز النفسي للهالة الإعلامية للفريق الصيني، وكسر غرور المدرب الإيطالي ليبي
اللي كان يعني حقيقة في أكثر من تصريح كان يعني في الكبرياء عنده زايد بنظرة النادي الاتحاد. بإذن الله المدرب واللاعبين راح يصنعون التكتيك والخطط الجيدة، لأن فعلا نادي الاتحاد محتاج إلى 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 انتصارات في ظل الظروف الإدارية اللي حصلت عليه خلال الصيف هذا. طبعا المدرب الفريق الصيني حتى كان في بعض تصريحاته قال أن التغييرات كنيدة في الشوط الثاني شتتتني كثيرا. هذه تصريحاته اللي بعد المباراة. بالتأكيد، لأن جميع قراءة جيدة من مدرب الاتحاد. جميع المحللين الفنيين أعرف انتقدوا ثلاثة المدافعين الغير مرتبين داخل نادي الاتحاد. يعني أوكي، أنت كتلت الدفاع وأكبر عدد من المدافعين، ولكن ما كان فيه تنظيم، لأن أصلا المجموعة الموجودة يعني ما عمرها لعبت بالطريقة هذه، لأنها طريقة جديدة. عندما عاد إلى 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 خطته القديمة أو إلى إلى التنظيم القديم نادي الاتحاد اللي حافظينه حتى اللاعبين فيما بينهم بالأربع مدافعين، بالتأكيد أنه يعني خلق أو أوجد المفاجأة ضد الفريق الصيني. بإذن الله المباراة القادمة راح برضو نسمع تصريح يعني يعتذر اللي هو المدرب الإيطالي من الفريق الاتحادي واستهانته فيه.